بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي هنا خلي بالك احنا عندنا نوعين من افكار المسائل في اوتو، ان تكون السي بي والسي في فاريبل او تكون كونستانت. فالكونستانت تطبيق قوانين مباشر ما فيش اي لف ودوران، انما الفاريبل بضطر احتاج الجداول. طب هو هيقول ان السي بي والسي في فاريبل لو هي متغيره هيقول لي خلي بالك هي متغيره، ولو هي ثابته يقول يسحب عليه، يعني لان ده نقول عليه العادي. شوف هنا بيقول اوتو سايكل مديني الكومبريشن ريشيو، هذا الار الار دي اللي هي عباره عن في واحد على في اتنين 10.5 تيكس، بتاخد الهواء بضغط 90 والتمبريتشر دي، يبقى ده بي واحد الحاله اللي بيحصل فيها اول شيء الانتيك 90 كيلو باسكال، والتمبريتشر مديها لي 40 سيليزيوس، بجمع معاها 273 يبقى هنا 3 1 3. بيقول لي انها بيحصل لها عمليه ريبيتد بتكرر لي 2500 مره بير مينيت. دي مين السايكل دي اللي هي الان دوت، يعني انا هاخد 2500 سايكل واقسمها على 60 عشان احول المينت دي لسكن، يبقى يطلع لي العدد السايكل اللي موجودين فيه، هيطلع لي كده 125 على 3 سايكل بير سكند. بيقول له يوزنج استخدم كونستانت سبيسيفيك هيت، يعني السي بي از السي في كونستانت، يعني تعويض قوانين. ودي الاسلم، يعني هو في الكويز مرة يجيبها لك انتوا اللوكيشن كلها هما الالكشن اثنين ولا واحد؟ يعني اثنين. فهو هتيجي تلاقي الشعبة الاولانية يخلي دي كونستانت والكويز الثاني يخليها له فاريبل، وفي الديزل يقلب، يعني وفي الديزل يخلي واحدة كونستانت واحدة فاريبل. الكويزين هنشوفهم ان شاء الله كمان حصة. بيقول احسب لي السيمر افشنسي والمعدل الهيت ريت انبوت، يعني عايز يجيب الكفاءه، والمعدل الهيت انبوت يعني الكيو دوت ان عشان تنتج 90 كيلو وات اوف باور، ده اللي بتنتجه السايكل لو كانت الكيو نت 90 كيلو وات. طيب يعني هنفترض ما يحتاج نحولها، هذه خلاص جاهزه نعطيك اياها في السايكل. لو كان بيقول لي اف ذا سايكل مديني دي قيمه السايكل صح. أيوة يعني انا مش محتاج، يعني اول في الاوت في الكارنو كان يعطيني اياها كامله وانا اقسمها على الاندوت. كان مديني الباور كلها، التوتال باور كلها. أيوة. فانا بضطر ان انا احسبها على عدد السايكل دي عشان يطلع لي الباور اللي بتنتج من سايكل واحده بس. تمام. طيب انا عندي هنا اوتو، اول حاجه بعملها برسم البي في دايجرام، يعني ارسم حتى لو مطلب والميكانيزم حتى لو مطلب على طول. لا الميكانيزم، لا الميكانيزم أرسم. ايوه هنا البي في دايجرام، البي في عشان افتكر هو بعمل خطين كده اهو وكده اهو، وبكتب هنا ده 1 2 3 4 وبوضح له دي ايزنتروبيك وهكتب عليها لسه اهو. هنا اس كونستانت، هنا اس كونستانت، هنا كان في كيو اوت، هنا كان هنا في كيو ان تحت دبليو تحت دبليو ان وفوق دبليو اوت. ماشي لو انت عايز تكتب له هتكتب هنا ورك ان وهذا ورك اوت، في توب ديد سنتر وبوتوم ديد سنتر. هنا ممكن نكتب هنا في واحد وهنا في تو. لو جينا شفنا كانك حاطط مرايه تقريبا قدام اللي هو التي ده، فيطلع كده وبعدين كده اهو. هنا 1 2 3 4 من 1 ل2 اللي هي الايزونتروبيك، يعني الاس ما بتتغيرش. هنا برضك من 3 ل 4 الايزونتروبيك. انا عندي هنا
كيو ان وتحت كيو اوت هنا في كيو اوت بعد كده كده انا رسمت البي في والتي اس دايجرام. نبتدي ندخل بقى للحل. من المعطيات اهم الشيء الاقر بقول الاول اهو وليد بالنسبه 1 و2 لو استبدلتها بتوب وبوتوم ديت سنتر اوكي مفيش مشكله اوكي مفيش مشكله. انا هكتب اهو ان السي بي اند السي في كونستانت هو قايل كده. اذا اقدر اجيب الكفاءه مباشره اهو كفاءه الاوتو 1 ناقص وول تي اتش اللي هي الحراريه 1 ناقص 1 على ار اس كي ناقص 1 ده قانون على طول لما السي بي والسي بي كونستانت على طول. طيب ده عن او كل ده موجود اصلا اهو ده 1 ناقص الار مدالي 10.5 الكي عشان هو هواء يبقى 1.4 فوق 1.4 شيل منه 1 يبقى 4 من 10 وهنا 1 احسب ديت هيطلع لي الكفاءه طلعت 6.09 او 60.9%. هذا اول مطلوب. المطلوب الثاني بيقول احنا عايزين نجيب الكيو ان اذا علمت ان الورك اوت اهو. طب ما هو ارجع تاني من تعريف الكفاءه also الكفاءه اصلا هي الورك نت الكيو ان على الكيو ان وانا معايا الكفاءه وانا معايا الكفاءه اللي هي طلعناها 6.609 من 1000. اذا اضرب عندنا اكشوال عندنا أجيب. عندنا مساله لما تكون اكشوال ايه لان في الثيرمال افشنسي فيها لها اكشوال وفي لها ايديا في الكارنوت لما كنا نحط في الاكشوال والكارنوت الاكشوال نحط الكيو والكارنوت نحط التي احنا عندنا في كارنو كان الكفاءتين تعبير الكفاءتين لازم يساوي بعض انما في تعبير لي زي ده كده ده للاكشوال وكان الثاني اللي هو 1 ناقص تي تي ال على تي هوب ده كارنوت اللي هي الماكسيمم افشنسي. انما هنا انا ما عنديش الا تعبير واحد للكفاءه. ها احنا مستنتجين اللي فوق ده من ده في الاستنتاج الحصه أيوة. اللي فاتت قعدنا نعوض عن ده ف هيطلع منه اللي فوق فانا برجع تاني اقول له طيب ما هو اللي فوق هو نفس اللي تحت وانت عايز الكيو دوت ان يبقى الورك دوت نت على الكفاءه والورك دوت نت هو مديها لي اهي 90 على 6.09 اقسم عليها 90 على 6.09 هتطلع لي 147.78 كيلو وات. هذا اول مساله بيشوفنا يعني معلش اترك الكيوب الواط هذه ايه اعمل ايه ما قلت له ما ايه ما اضربها في سكند او اسوي لا لا هو هي باور احنا شغالين هنا باور قدره ناتجه لان هو هنا شغال بالباور هو اصلا مش عايز هيت هو عايز الهيت ريت معدل الريت اوف الريت اوف الهيت انبوت معدل يعني عايز بالواط ايوه يعني مقسوم على التايم يعمل واط ايوه تمام الحين طيب تمام نشوف اللي بعدها اللي بعدها الاثنين دول نفس بعض بس هو جاب ديت وخلاها هو الكويز عشان يقسم المطلوب. يعني هنا بيقول اهو 6 سلندر عدد الاسطوانات 6 اسطوانات فعدد الاسطوانات انا اسميها ان واي كده number of cylinder. انت مش عاجبك الرمز لان هو رمز اختيار اكتب جنبه كده اهو بقول له ده عبارة عن number of cylinder انا سميت ان واي كم واحدة 6 مالهم بقى قال لي هنا فور ستروك 4 يعني اشواط نضربها في 6 لا خلي بالك انا هقول اهو احنا عندنا في 2 ستروك وفي فور ستروك هو في فرق ايوه فرق في ايه نقولها بقى نقولها فوق تعال نقولها فوق في الحته دي لما يقول لي هنا في تو ستروك وهنا فوق
في ستوك استفاد منها في ايه؟ احنا فاهمين الفول ستوك يعني فول ستوك ان كان عندي البيستون اهوت يعني الفوليو تغير اربع مرات كان بيعمل اربع اشواط في السايكل صح كده؟ ما معنى كلمه فول ستوك يعني اربع اشواط في السايكل. عرفت منين؟ كانت البي في اللي هي الايديال كانت عامله كده يا استاذ، كان هنا شوط انتيك وبعدين ايزنتروبيك كومبرينشن وبعدين هيت اديشن، يعني هنا ده 1 2 3 4 وبعدين ايزنتروبيك اكسبنشن وبعدين الاكزوست. شوف كم شوط اهمت، ادي 1 2 3 4 اربع اشواط، يعني المكبس بيتحرك. ده هنشوفهم نفهمهم مع بعض بطريقه. كان هنا الان شايف حركه السلندر من فوق الى تحت او من تحت الى فوق، صحيح؟ اوكي، هو كان اول حاجه خالص اهو نزل من هنا لهنا اهو، ادا كده اسمه كده انتيك اللي هو من 1 2 كده شوط، وبعدين ضغطنا من تحت لفوق الشوط الثاني من 2 لـ3 اهو 2 لـ3 وبعدين ولع عمل احتراق للوقود اللي هو من 3 لـ4 وبعدين عمل تاني اكسبنشن ساب مكانه هنا وجي هنا اللي هو من 4 لـ5 ده، وبعدين عمل اكزوست اتنقل من تحت وطلع لفوق اللي هو رجع من 5 لـ1. يبقى كم شوط؟ 4. في الاربع اشواط دول ايه اللي حدث للعمود القرنك اللي هو متصل بيه هنا؟ العمود دوت متصل بحدافه كده اهو كده عشان تنقل الحركه. الحدافه ديت بتلف كام لفه؟ دي تلف كام لفه؟ تلف على عدد الاستروكس الموجود. لما ينزل ويطلع تلف لورا كامله صح كده؟ على كل شوط. لا مش لكل شوط، كل شوطين، يعني تنزل وتطلع دي تلف دوره واحده. انتوا معانا فيها ديت؟ كان هنا لما تلف وتطلع، ها لما تلف وتطلع لفوق تطلع لفوق دي هتنزل لتحت، فكده يبقى عندك لفه واحده يعني خلال يساوي 2 ستروك. حلو، يعني نصف عدد الستروك. يعني لو عندنا 2 ستروكس راح يكون عندنا 1 ريب. استنى، ايوه، من هاجي لدي دلوقتي. انا انت عمال تقول لي ده كله ليه؟ عشان اقول لما يقول لي 4 ستروك ويجي يقول لي انا عندي 40 ريفوليوشن بير سكند، يبقوا كام سايكل؟ يعني 80. يعني 80 ستروك. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ مش احنا لسه قايلين دلوقتي 2 ريفوليوشن يعني يدي 2 ستروك صح كده؟ ما قلنا كده. لا اسف معلش. لا ماشي اللفه الواحده لخبطتونا اهو. 1 ريفوليوشن يعني 2 ستروك صح كده؟ صح. طيب 4 ستروك يبقى كام ريفوليوشن؟ 2. طب ال 4 ستروك دول بيكافئوا ايه؟ بيكافئوا سايكل واحد. ايوه، يعني تمام، نقسم هذه على الاربع. ايوه، على 4 ولا 2 ديت؟ هذه 40. انت بتحولها لسايكل او أيوة. بتحولها لسايكل على طول. ها يبقوا كم سايكل في الثانيه؟ يبقوا 20. هذه 20 ريفولوشن يعني 80 ستروك، ونقسم على 4 يطلع لنا 20 سايكل. يبقى انا عشان اول ما, 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 ما يعني مش عايز اطول الفهم، خلاص بقى انا عرفت ان كل سايكل 4 ستروك معناه ان 2 ريفولوشن. طيب يبقى الريفوليوشن اللي يديهولي اقسمه على الاثنين عشان يطلع لي عدد السايكل. امتى؟ لما يقول لي فور ستروك. يبقى انا هاخد الريفوليوشن كده اهو
طيب ايش رايك نحولها مرتين يا استاذ وقت الحل يعني عشان ما نخبطنا؟ هي 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 مش محتاجه والله يا محمد مش عارف. الار بي ام ديت الار بي ام ديت اللي هي بتاع السياره الار بي ام ريفوليوشن بير مينيت. الاول اقسمها على 60 تبقى ريفوليوشن بير سكند, وبعدين اقسمها على الاثنين عشان يطلع لي عدد السايكل بير سكند. يبقى انا اقول انا يهمني عدد السايكل بير سكند عشان اقدر احسب الورك باور او الباور الكل اللي بينتج. فبقول اهو الان سايكل اكتبها ان دوت الان سايكل نخليها ان دوت ما فيش مشكله, بس اكتبها اهو جنبها السايكل بير سكند. تاخد الار بي ام واقسمه على الاثنين كمان في 60. قسمته على 60 عشان هو بير مينيت, وقسمته على الاثنين عشان يطلع لي عدد السايكل. بس امتى؟ لما الاقي كلمه فور ستروك. طب قال لي فور ستروك واداني ار بي ام, ما ادانيش ار بي ام اريح دماغي خلاص ما فيش, يعني مش مهم عدد السايكل. يبقى هو بيتكلم على سايكل واحده بس في الحساب. الكلام ده بقى عكسه في التو ستروك. التو ستروك ديت يعني الماكينه شغاله شوطين اتنين بس, شوط كومبرينشن وشوط اكسبنشن. التو ستروك يبقى كل اتنين شوطين دي معناها سايكل. طيب لو هو الواحد ريفوليوشن, قلنا الواحد ريفوليوشن يعني اتنين ستروك, معناه ان واحد سايكل. يبقى انت مش محتاج تقسم, يبقى العدد السايكل اللي عندك تاخد الار بي ام بس اقسمه على 60 بس. ليه؟ عشان هو بير مينت. يبقى عدد السايكل هو نفسه الار بي ام لو بير سكند بس. هي دي الملحوظه اللي هنا. طب السايكل تو سايكل ديت هيبقى تلاقي فيها جزء في الواجب نظري, هنقوله نخليه بعد ما نخلص دي او نخلص يعني حصه النهارده ونبتدي بجد تاني. نجيب نشوف شكل الماكينه عامله ازاي, وجزء نظري صغير كده هو بيطلبه في الاساينمنت, لكن ما عليه مساء يعني مش معانا خالص. استاذ وليد طيب. بس الصفحه هذه احتاج من عندها بس القوانين اللي في الاصفاد بس. احنا عايزين الحاجه اللي هي ما تتوهنش. انا بدور لقيت ريفوليوشن بير مينيت, ادور على كلمه هل هي فور ستروك ولا تو ستروك عشان اعرف كام سايكل تطلع. القوانين اللي في الاخير اثنين فقط بس, ما تخشش كتير بقى يعني, سهل على نفسك, ما تحاولش تحفظ حاجات تبقى كتير وتزعل انها ما جاتش في الاختبار. طيب نكمل بقى اهو. انا عندي هنا 6 سلندر, عدد الاسطوانات 6, وبعدين بيقول لي فور ستروك, والماكينه بتاعتها الاوت ولا ديزل, كاتب سبارك ايجنيشن. سبارك ايجنيشن يعني ده اوتو اوبريتنج, او حتى اقول انها شغاله كاوتو سايكل. بياخد الهواء هذا البي 1 97 كيلو باسكال, والتمبريتشر اخد 27 اجمع عليها 273 يعني 300 كلفن. اند ات از ليميتد تو ماكسيمم سايكل تمبريتشر, ومحدود ان درجه الحراره اعلى درجه حراره اللي هي تي ماكس. التي ماكس دي لما تيجي نرسم التي اس هتلاقيها هي التي 3. كم هي؟ 950. اخد ال 950 زائد 273 يعني 1223 كلف. بيقول لي هنا لاحظ, خلي بالك اللي فوق نفس اللي تحت بالظبط, بس المطالب بتاع اللي تحت اللي هي بتاع الكويز هو مقسمه لك حته حته, فاحنا هنحل كانه كويز بالظبط. فبيقول لي كل سلندر مديني البور, وقلنا البور ده اللي هو الدايميتر, الدايميتر بتاعها اهو ده اسمه البور. كاتب الدايميتر اهو 8.9 سنتيمتر, والستروك اللي هو الشوط ما بين الموضع التوب الى الديد توب سنتر ال 9.9 سنتيمتر. الماكسيمم انكلوزد فوليوم اقصى حجم اللي هو يقصد بي في 1 ماله؟ قال لي المينيمم, انا اسف, المينيمم اقل حجم اللي هو اسمه الكليرنس, اللي هو الحجم ده لما يبقى البيستون
عند التوب ديد سنتر ماله ال V2 ده V2 ده المينيمم يمثل 14% من الماكسيمم انكلوزد يعني يساوي كده 14% من V1 ما ده اكبر حاجه قال لك طب ما انا عارف ايوه يعني طب انا عارف ان في واحد على في 2 استاذ هي الاخ اللي هي الكومبرينشن ريشيو الكومبرينشن ريشيو دي تساوي 1 على 14% بعد ظبطت المعادله 1 على 14 على 14 اللي هي طلعت خلينا اكتبها بالظبط عشان ما اقصش منها حاجه هي طلعت 5 على 70 اهو هذا الاخ ده كده المعطيات طب ايه المطلوب بيقول لي عايزين نرسم التي اس ويرسم لي البي في وضح العمليات اللي بتحدث في الانجن اللي هو الميكانيزم باي دروينج كلير دايجرام اوف ذا ميكانيزم اوف ذا انجن يعني الجزء ده كله رسومات تعال نرسم اول واحده اهو التي اس زي ما هو عايز اهو وبعدين البي في ده التي وهنا الاس قلنا التي اس كده خط رأسي يطلع كده بقول له هنا واحد اتنين تلاتة اربعة وبنقول له هنا كيو ان وهنا كيو اوت كده عايزين نرسم البي في جنبها اهي هذا البي في البي في هذا خط كده وهذا واحد تاني اهوت ونوصل كده اهو هنا واحد اتنين تلاته اربعه واقول له هنا اس كونستانت هنا الاس كونستانت هنا الكيو ان هنا الكيو اوت هنا في ورك ان وهنا في ورك اوت ادي احنا رسمنا البي في ايوه نطلع ونخش ولا ايه ها لا كويس بس اعتذر انا ضيعت بالرسمات كم وقت اصلا لا لسه نرسم الميكانيزم نرسم الميكانيزم وبعدين نطلع ونخش تاني الميكانيزم يعني ارسم الاربع اشواط اهم الأربع أشواط أول حاجة أهو بقول له المكبس كان هنا وبعدين هيتنقل هنا أهو وبتقول له التوب ديد سنتر هذه الميكانيزم رسمها بناء على الأكشوال ولا على الأيديال لأنه يختلف الأيديال إحنا مش لو عملنا الأيديال شغالين على الأيديال أيديال أول بروسس في الأيديال اللي هي شو اسمه الأيزنتروبيك كومبريشن أول حاجة خالص كنا عاملين في أول حاجة في الأكشوال انتيك أهو نحن نتكلم في الأيديال أول شيء طيب استنان الوليد خلينا في الأيديال ما نبي الأكشوال إحنا نبي المطلوب طيب أنا معك أهو بس استنى لأنه تختلف ترى الميكانيزم اول حاجه الايزوتوبيك لا يبقى هما الايديال ايوه يعني اول حاجه خالص ان انا اعملها ديت كده ايزن توبك كومبرينشن بعدها اد هيت ات كونستانت فوليوم اه من واحد لاثنين حلو كده وبعدين يقف مكانه كده اول شيء كومبرينشن وبعد كده حصل لها الاحتراق اللي هو كيو ان كويس هنا هنا هيت اديشن هيت اديشن at constant
يحتاج اني ارقم الميكانيزم احط رقم 1 2 3 4 ولا هو بيفهم الحاله؟ انا كتبت لما تكتب 1 و2 او توب ديد سنتر وبوتوب ديد سنتر. اوكي اهو، وبعدين اتنقل من هنا ورجع هنا اللي هو ايزنتروبيك اكسبانشن اهو. او واحد يكتب الباور ستروك لازم اكتب لك كيو ان في